ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن tip number 3، ودي مهمة جدا وبتسأل عليها طول الوقت. الأساليب الظل والتظليل shading methods، ازاي اعرف اظلل؟ ابدأ ازاي؟ طب في انواع كتير من التظليل، اختار انه واحد؟ ايه الانسب؟ لازم نبقى عارفين ان كل فنان ليه اسلوب في التظليل بينجح معاه. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا هنا، في انواع من التظليل مختلفة، كل نوع من الانواع دي بيستخدم ممكن في حاجة او ممكن ادمج اكتر من حاجة مع بعض. طب ايه الفرق ما بين الهاتشينج، كروس هاتشينج، ستيبلينج، سكريبلينج، سيركلينج، فينجر بلند؟ استخدم كل حاجة في ايه، ولا استخدم حاجة واحدة بس، ولا اعمل ايه؟ كتير مننا بنشوف ان كل فنان ليه اسلوب في طريقة التظليل بتاعته. على سبيل المثال، لو بصينا للنوع ده اللي هو الهاتشينج والستيبلينج وحتى الكروس هاتشينج، هنلاقي ان النوع ده من التظليل بيعمل لي تكستشر ورفنس. اوكي، بيبقى العنصر بتاعي اللي انا بظلله خشن، ببقى انا عايزة اعمل فيه ملمس معين، عايزة اظهره بطريقة معينة فيها خشونة وواضح فيها تأثير الملمس، على حسب طبعا كل عنصر. لو جيت بصيت على السيركلينج والبلندنج، يعني مثلا هنا وهنا، السيركلينج والبلندنج ده بيعمل احساس بالنعومة واحساس ان العنصر بتاعي نفسه بيكون املس. البعض منا بيقع في خطأ ان انا بيكون عندي طبيعة صامتة مكونة من عناصر مختلفة وبستخدم فيها كلها مثلا الفينجر بلند، بظلل وبعد كده ابدأ اسيح بصبعي او بقلم التسييح، فاللي بيحصل ان كل الطبيعة بتاعتي بيبقى شكلها انها بتكستشر واحد، وده خطأ. لما تكون الطبيعة بتاعتي بكذا ملمس، يبقى كل ملمس دي طريقة تظليل مختلفة. وده التب بتاع النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا معايا.